النهارده بنتكلم برنامج النكته البايخه. ابوخ نكته هتاخد عليها 100 جنيه. اوكي اوكي. مره واحد راح للبقال وقال له عندك جبنه بيضه؟ قال له لا وهو عنده. ايه يا سيدة؟ مفيش ابوخ من كده. اجيب لك عندك حق، هو فعلا مش محتاج ابوخ من كده بصراحه. يعني انا لو في ده ادعي لك والله. لا ما هتاخدها اطمن. بس انا ما ينفعش حكم في البرنامج معاك. مفيش مشاكل. هناخد 2 من الجمهور يحكموا عليك. موافق؟ موافق خلاص. طيب هناخد مين؟ طب في حد هناك؟ ايوه. اوكي ايوه ماشي. اهلا بيك، اسمك؟ انا خالد ابراهيم. اهلا بيك يا خالد. اهلا بيك يا فسان. خالد النهارده احنا في برنامج النكته البايخه، معانا استاذ عطيه. النكته بايخه جدا. لو انت علقت قلت انها بايخه فعلا هياخد 100 جنيه. أوكي. لو انت قلت لا مش هياخدها. بس الاول هيسمعك. ممكن البنت برضه تقول رايها. مره واحد راح للبقال وقال له عندك جبنه بيضه؟ قال له لا وهو عنده. لا نكتة بايخة جدا وسخيفة جدا جدا. وليه رأيك؟ بايخة بجد؟ بايخة وسخيفة جدا. شكرا. طب شكرا، انت كده خدمت. مرسي يا استاذ خالد جدا. بس انت كده قدامك تختار مين من الجمهور. طب اوكي حضرتك؟ تعرف عليك؟ رمضان عواد. اهلا بيك يا رمضان. رمضان بس استاذ عطية النكتة بايخة جدا. لو علقت وقلت فانها بايخة هو هيكسب معانا 100 جنيه. لو قلت لا مش هياخد ال 100 جنيه، بس الأول هو هيقولها لك. مره واحد راح للبقال وقال له عندك جبنه بيضه؟ قال له لا وهو عنده. بصراحه بيخ جدا بصراحه. والنبي انت راجل عسل. لا لا بيخ جدا. هني اديك عسل كويس. يلا هيديك عسل. ميرسي يا استاذ رامي. ميرسي. شكرا. انت كده فاضل لك واحد بس و800 جنيه خلاص. اخر واحد ماشي يا ام سهل. ناخد مين؟ ناخد مين؟ ايوه حضرتك. ايوه ممكن معانا دي واحده. تعرف عليك؟ ايه تعرف عليك؟ عربي. عربي اهلا بيك يا عربي. عربي هناخد رايك في حاجه مهمه جدا. دقيقه واحده استاذ عطيه النكته بايخه جدا. اوكي دلوقتي هناخد راي الجمهور عشان يكونوا معانا. فانت ثالث متسابق، ثالث واحد دلوقتي. لو قلت اوكي هياخد ال100 معانا. يعني هو النكته بايخه جدا. لو انت قلت اوكي بايخه قوي هياخد ال100 جنيه. قلت لا مش هياخدها. بس الاول هيسمعها لك. بايخه وتديني النص ولا ايه؟ اديك 20 جنيه. هي بايخه مش بايخه. ايه النكته؟ ايه النكته بقى؟ قول له النكته. مره واحد راح للبقال وقال له عندك جبنه بيضه؟ قال له لا. قال له هو عنده. رايك؟ ايه؟ واحد راح للبقال قال له عندك جبنه بيضه؟ قال له لا وهو عنده. وهو عنده جوه؟ اه عنده جوه؟ اه عنده جوه؟ ايوه. ايه يا عم فرحان مالك؟ يا ستي ده داخل. ايه ده عجبتك؟ ايه؟ النكته دي؟ دي موت. دي نكته. يعني هو بيقول له عندك جبنه؟ قال له لا وهو ما عندهاش. عجبك قوي يا غريب. حلوه. ده 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 انت دمك خفيف قوي. انت اللي عسل يا راجل. شوف طيب هات لنا واحد غيره. لا ما خلاص ده خالد. انت كده خسرت معانا ال 100 جنيه. بس انت بدخل فرحان اساسي. فرحان ايه؟ لا 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 هو كده خسرت. انت كده خسرت. جامده جامده جامده. وانا لو ده مش من البلد والله. لو منك لا رايه برضه لازم ناخد فيه. مين اللي جه فرحان؟ يا عسل يا عسل. ايه يا واد السكر اللي اغوص فيه هذا؟ بس جامد بجد. انا احييك. انا احييك. تحييني يا ابن سيدنا يا رب. اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ استاذ عطيه. عطيه علي عطيه. انت كده عطيه. انت كده يا اخوي كده. والله كنت هبقى كده لو خدت 100 جنيه. خلاص انا خسرت. طب انا ممكن اقول نكته بايخه؟ اه طبعا. واخد 100 جنيه؟ اه قول. يقول لك ده دخل على طمع يا حاج. لا انا هقول لك نكته بايخه بقى. مش حق بقى. الله اتفضل قول. بيقول لك مره لقوا تريلا نايمه على جنبها واربعه توك توك بيرضعوا منها. عجبتك قوي. لا دي ابوخ من اللي انت قلتها.